جلسه تصوير مجله سيلا الجديده تستمر صعود سيلا ترك اوغلو الذي لا يمكن وقفه. ظهرت سيلا ترك اوغلو التي ظهرت على غلاف مجله ايبيزود في مارس على غلاف مجله جديده وهي واحده من اشهرها في هذا الوقت. ظهرت سيلا ترك اوغلو على غلاف مجله اليلي. مجله سيلا ترك اوغلو التي اصدرت صوره الغلاف الخاصه بها اليوم ستطرح للبيع في ابريل. لمعرفه تفاصيل الخبر لا تنسوا الاشتراك في القناة. تستمر مشاريع سيلا ترك اوغلو الجديدة في الظهور الواحدة والآخر في صور الغلاف هذه. تتمتع سيلا ترك اوغلو بمظهر مختلف عن سيلا التي اعتدنا عليها من سلسلة ايمانيت. أصبحت مجلة إليلي التي شاركت فيها سيلا ترك اوغلو بالفعل واحدة من أكثر المجلات التي يتم الحديث عنها. وأعلنت المجلة أنها تواجه عددا كبيرا من الأوامر والدعاوى قبل طرحها للبيع كتعليقا لسيلا ترك اوغلو التي التقطت صورا بأزياء أكثر جرأة حيث معجبيها غضبوا قليلا. ما رأيكم في صورتها الجديدة؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو ودعا.